السلام عليكم، اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فيديو جديد ديال جلالب، واني هذه المره ماشي خياط، هذه المره واحد السيده كتبيع جلالب طالعين، وهذه السيده كاينه في الدشيره. بالنسبه للعنوان ديالها راه حطيت لكم النعت ديالها في الفيديو، هي راه كاينه في الدشيره حدا واحد الفرماسيان اللي معروف بفرماسيان القديم، وكاينه حدا واحد القيصريه ديال انزي تماك فين كاينه، راه كاينه في المصوره لكم في الفيديو. بالنسبه لهاد السيده كتبيع جلالب طالعين، صراحه غزالين زوينين بزاف، انا عجبوني والثمن مناسب جدا، والاثمنه كتبدا من 200 درهم. واللي مازال ما فصلت جلابه ديال العيد، مازال ما شرات جلابه ديال العيد، هاد البوتيك هذا صراحه زوين، فيه جلابات واعرين، وغادي تدخلي وتختاري عطا الله الموديلات، محل كبير فيه جلابات كتار وشكيلات كتار، الوان كتار، يعني الوان صيفيين، يعني غادي تلقاي صراحه غتلقاو فيه اللي يعجبكم. بالنسبه لي انا ما كنتش موجده جلابه العيد، ما كنتش فصلتها، وفاش مشيت لقيت جلابتي وجبتها، صراحه زوينه عجبتني بزاف. وكنتمنى حتى نتوما اللي مازال ما وجدتش جلابه العيد تمشي لهذا المحل، غتلقى فيه داكشي اللي يعجبها، صراحه موديلات زوينين، كيحمقوا الالوان متناسقه، الوان زوينه، الوان ديال الصيف اللي تلبس من هنايا للصيف، وخياطه زوينه صراحه، الخياطه ديالها خياطه متقونه، واخا الثمن ماشي غالي بزاف، ولكن الخياطه ديالها متقونه زوينه، راه باينه في الفيديو، راه كنصور لكم كنقرب لكم الخياطه باش تشوفوها. وكاين حتى ديال البنيتات الصغار، بالنسبه للجلابات الصغار ديال البنيتات وقفيطنات، كاين حتى هما، تختار السيده وتختار البنت ديالها. وكنتمنى يعجبكم هاد الموديلات اللي صورت لكم. وبالنسبه للسيده مولاة المحل اللي كتبيع تماك، صراحه السيده الله يعمرها دار، التعامل ديالها زوين، هي والبنات اللي معاها تيوقفوا معكم ويعطيوكم الخاطر حتى وكتختاروا الجلابه اللي عجبتكم. وبالنسبه اللي طاي، راه كاينين اللي طاي كبار وكاينين صغار، كاين من اس ل 3XL، صراحه كاين جميع اللي طاي، ديما كينوعوا في الموديلات، ديما كيجيبوا الجديد في الموديلات، ديما فاش تمشي تلقاي الجديد. صراحه هذا المحل كبير وفيه جليليبات كتار وفيه موديلات كتار، وفيه ديال العيالات وديال البنيتات الصغيورين. وبالنسبه للبنات اللي ساكنين في اكادير، يشدوا تاكسي كبيره، تاكسي بيضاء اللي كاين حدا السوق الحد، وتقولوا ليهم الدشيره، تاكسي ديال الدشيره، ويديكم حتى حدا المحل، وراه كيدوز حدا المحل غادي تنعتو ليه الفرماسيان القديم ديال الدشيره، غيحطكم حدا راه تما فين كاين المحل، هذا المحل اللي سميتو جلابتي. وبالنسبه للجديد، راه ديما عندهم الجديد، سواء بالعيد ولا من غير العيد، ديما كيجيبوا الجديد. وبالنسبه اللي مازال ما شرات العيد، مازال ما وجدات الجلابه ديال العيد، راه تمشي لهذا المحل، عطا الله الموديلات، غادي تلقى الموديل اللي يعجبها، وراه مازال غادي يجيبوا الجديد من هنايا للعيد ان شاء الله. صراحه انا عجبني هذا المحل بزاف، وكنتمنى يعجبكم حتى نتوما، وراه فيه موديلات زوينين، وحتى الاثواب ديالهم اثواب زوينين ومبردين ديال الصيف، وكنتمنى يعجبكم، ونخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله، ديما نجيب لكم الجديد. وبالنسبه للمعلومات ديالهم، عندهم انستغرام ونمره التليفون، راه غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف، ودخلوا عندهم الانستغرام، راه ديما كيحطوا الجديد اللي عندهم والتخفيضات واي حاجه جديده عندهم، راه كيحطوها في الستوري ديال الانستغرام. وبسلام عليكم، نخليكم مع تتمه، والى اللقاء.